نحن هنا في منطقة باب العمود في القدس، كما ترون هنالك المئات ربما من الشباب المقدسيين الذين تجمعوا في منطقة باب العمود بعد الأنباء التي تحدثت عن إمكانية وصول تظاهرة للمستوطنين إلى المنطقة، إلى منطقة باب العمود واجتياحها للبلدة القديمة. طبعا هذه الأنباء أدت إلى تجمهر هؤلاء الشبان في محاولة منهم ربما للتصدي لهذه المسيرة ومنع المستوطنين من الدخول إلى البلدة القديمة. الشرطة الإسرائيلية التي كانت تتخوف من أن دخول هذه المسيرة إلى البلدة القديمة سيؤدي إلى تصادم بين مئات المستوطنين وربما مئات الشبان المقدسيين وسيؤدي إلى اشتعال البلدة القديمة وبالتالي المنطقة ككل. الحكومة الإسرائيلية تعرضت للكثير من الضغوطات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة من الدول العربية، من مختلف الدول والقوى العالمية في محاولة لمنع ربما تأزم الأمور ووصول الوضع إلى مواجهة كاملة. هذه الحكومة اتخذت قرارا بمنع وصول مسيرة الأعلام التي بادرت إليها المستوطنون المتطرفون إلى البلدة القديمة، وحاليا هنالك تجمعان، تجمع للمستوطنين غير بعيد عن المنطقة هنا وتجمع للشبان المقدسيون هنا في محاولة ربما للتصدي لهذه التظاهرة. كما قلت الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت مسبقا منع أيضا الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى في محاولة للتخفيف من حدة الأمور هنا في البلدة القديمة في القدس، لكن هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه من يوم الجمعة القادم يبدو أنه لا يعجب المستوطنين الذين بادروا إلى هذه المسيرة وأدوا إلى هذا الوضع المشتعل كما ترون هنا في مدينة القدس. أي خطأ، أي تصرف ربما هنا سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع، هنالك حالة من التوتر، حالة من الترقب القصوى لدى الشبان هنا ولدى الطرفين إن صح القول. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، باب العمود في القدس.